بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخر النهار احييكم النهارده ان شاء الله هيبقى عندي ضيفين متميزين في فقرتين متعاقبتين اعتقد ان شاء الله انها تكون حلقه مفيده وكلها معلومات ومعلومات تهم ناس كثيره جدا في قطاعات مختلفه الاول هيكون معايا ست لواء محسن اليماني وهو مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه لمباحث الاموال العامه ملف ضخم جدا فيما يتعلق بمباحث الاموال العامه فيها في الداخل حاجات ومشاكل وقضايا فساد واموال منهوبه وفيها في الخارج ايضا فساد واموال منهوبه وخاصه الاموال المنهوبه كتير في نظامين متعاقبين سواء في نظام مبارك وكلام اللي اتقال حول نهب الاموال في هذا العهد او في النظام التالي ومتابعه اموال الاخوان في الداخل وفي الخارج سيد محسن اليماني لسه راجع من رحله في جنيف في ضمن جهود بتعملها لجان حكوميه لاسترداد الاموال المنهوبه في الخارج هل نقدر نفك الارصده المتجمده نقدر نقنع بلدان اوروبا بان هم يطلعون على الحسابات إيه اللي يحصل لنا فلوس ولا ملناش هنقدر نتعقب ولا مش هنقدر هيكون معانا السيد الليو محسن اليماني يقول لنا كل الاجابات ان شاء الله على الاسئله دي بتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده وتطمنا على فلوسنا المنهوبة بره الفقرة الثانية هيكون معايا السيد وزير الصحة الدكتور عادل العدوي حضراتكم عارفين في ملفات كتيرة جدا في مصر دلوقتي يعني هذا ملف لا ينقطع بالأساس يعني ما فيش وقت بيعدي علينا إلا وهو عصر الذعر فيما يتعلق بالصحة إما ذعر من ضعف المستشفيات العامة ضعف أقسام الطوارئ بالمستشفيات ذعر من ظهور فيروس جديد وانتوا يعني احنا ما شاء الله كل سنه كده بيطلعوا لنا فيروس ما نعرفش اذا كان ده حقيقي ولا من النوع اللي بي... بيطلعوا شركات الادويه عشان تلعب بعقولنا لكن على العموم الاحتياط واجب دخلنا بقى من من السارس لل, لل... لانفلونزا الخنازير لكورونا للوقت الايبولا شغاله بس الايبولا شغاله الحقيقه بجديه لانه من متابعتنا كده للقنوات التلفزيونيه الاجنبيه امريكا بتتنطط فوق وتحت علشان خاطر موضوع الايبولا ده وانتم عارفين المغرب منعت اقامه كاس الامم الافريقيه على اراضيها احتياطي فيما يتعلق بالايبولا وعندنا طول الوقت طوارئ في هذا الامر صحيح ان موضوع الايبولا ده كفيروس خطير وقاتل الوعي العام عندنا في مصر اعلاميا مش مغطيه كويس لكن ان شاء الله نسال وزير الصحه عن تفاصيل فيه كل بقى اللي احنا عايزينه <applause> مستشفيات التأمين الصحي، قواعد التأمين الصحي، العلاج على نفقة الدولة، أقسام الطوارئ، لماذا اختفت الزيارات المفاجئة للوزير التي كان يتميز بها الدكتور عادل العدوي؟ أسئلة كتيرة جدا هسألها لوزير الصحة النهاردة وبرحب بأي مساهمات من حضراتكم على موقع أخر النهار على الفيسبوك أو اللي عايز يكلمنا إن شاء الله يكلمنا. أنا عايز أبتدي فقرة الأخبار مش مش عايز أتكلم كتير لكن هتكلم في خناقة الحقيقة. خناقه فرضت من حيث لا نحتسب احنا بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم عارفين ومتابعين ان الصحافه والاعلام في الفتره اللي فاتت في مفترق طرق فاحنا بنحاول ننظم نفسنا احنا داخلين على دستور الدستور يعني على قوانين مكمله للدستور ان شاء الله لما البرلمان يتعمل والبرلمان الرئيس قال في الربع الاول من 2015 قبل القمه الاقتصاديه لو قلنا القمه الاقتصاديه في مارس يبقى احنا بنقول لحد مارس ان شاء الله يكون عندنا مجلس نواب باذن الله النهارده قال الكلام ده في مؤتمر مع رجال اعمال الامريكان 65 رجل اعمال بيمثلوا 65 شركه فاحنا واحنا رايحين على موضوع البرلمان ده مجموعه صحف خاصه مجد الجلاد في الوطن علي السيد في المصري اليوم عماد حسين في الشروق حازم الشريف في المال استاذ مصطفى بكري طبعا استاذنا في الاسبوع خالد صلاح في اليوم السابع و يعني ومجموعه اخرى من الزملاء الاستاذ عبد الرحيم علي من البوابه نيوز واستاذ عصام كامل من من فيتو النهارده يعني ابدا اهتمامه بال بان هو يكون مشارك معانا ان شاء الله وينصحنا في الطريق عنده ملاحظات هينصحنا استاذ الدكتور عمرو الليسي الخميس شركه الرواد متفقين مجموعه الصحف دي صحف خاصه عشان تبقوا عارفين الصحف الخاصه في مصر يعني ايه مهدرة القيمة القانونية يعني ملناش تمثيل في حاجة احنا طالعين بقرارات وزارية من ايام زمان من ايام يعني في اخر عهد الدكتور الجنزوري كده ربنا مسيب الخير طلعت بدات تطلع شويه صحف خاصه وبتاع من برخصه مصريه كنا الاول عشان تطلع جورنال خاص في البلد لازم تطلع اوبروس تعمل شركه في اوبروس وبعدين تدخل الجورنال مصر كانه مطبوعه اجنبيه، يبقى مصر بتطبع هنا في الاهرام وصحفيين ومصريين وبعدين تروح تطبع في الاهرام وبعدين توديه هيئه الرقابه على المطبوعات التابعه لوزاره الاعلام كمقرها جاردن سيتي، تودي نسخ وتوافق لك الرقابه وتعدي الايه؟ النسخ، وبالتالي عشان خاطر لو لو انت حصل اي حاجه يعني اي مشكله ولا حاجه يلغوك على انك جرنان اجنبي معادي. فما كانش في اوضاع للصحف الخاصه سليمه ولا ولا قانونيه ولا ولا يعني اوضاع معتدله حد بقى ما القوانين بدات يعني شويه بشويه تتطور الصحف الخاصه عندها مشاكل ليها علاقه بالطباعه بورق الطباعه يعني ما ما فيش فرص ان احنا كصحف خاصه نقدر نستورد مثلا ورق الطباعه بشكل جماعي في صحف تقدر في صحف ما تقدرش عندنا مشاكل في تسعير الاعلانات عندنا مشاكل في التوزيع عندنا مشاكل في مثلا شركه كبيره شركات المالتي ناشونال الكبيره بتاخد اعلانات من من الالكترونيه اكتر ما بتاخد الصحف المصريه فقررنا نعمل ايه اي اتحاد كده عشان نلم بعض ككتله احدنا اقترح انها تبقى غرفه صناعه غرفه صناعيه تبع اتحاد الصناعات غرفه صناعه صحف فوجئنا طبعا بالنقابه نقيب الصحفيين والموقر هو بيسمعني دلوقتي على التليفون هيخش معايا سيد نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابه طلعوا بيان حياة ساخن جدا انا شخصيا وبقول لنقيب هو سامعني مستاء جدا من لغته لان هي فيها لغه بعتقد انها لغه تخوين لزملائهم آآ آآ لم لم يتاح امامهم معلومات كفايه علشان يصدروا هذا البيان اللي فيه ادانه لمجموعه من الزملاء هم عارفين هم في اي معسكر سواء مجدي سواء انا سواء علي سواء عبد الرحيم علي سواء عماد حسين يعني دي الاستاذ ضيرة رشوان طبعا نقيب الصحفيين عارف احنا في اي معسكر فازاي يطلع بيان تخويني آه للدرجه دي انا